سؤال عن التأمين ضد لسداد دفعة القرض المورج. واحد اشترى بيت عليه دين طويل 300,000 لمدة 30 سنة وفي تأمين يدفع أقساط شهرية إذا مات أو أصاب مرض أو فقدان عمل يعوضوه بوجه أو بآخر. يعني أقول يا ولدي الأصل، أكرر الأصل، أن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين المعاصرة بمختلف صوره من العقود الفاسدة، وذلك لما يتضمنه من الغرر الفاحش أو الربا في بعض الحالات ومنها هذه الصورة. والمشروع التأمين التكافلي تقوم به شركات التأمين الإسلامية، والاجتماعي تقوم به الدول والمؤسسات العامة في واقعنا المعاصر. تتأكد الحرمة في التأمين على الحياة، قرار المجمع فقهاء الشريعة يؤكد المجمع على ما ذهبت إليه المجامع الفقهية ومنها مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا من على حرمة التأمين التجاري على الحياة بكافة صوره، ويستثنى من ذلك أن يكون عقد التأمين الذي يقدم منحة من جهة العمل، لم يدخل العامل طرفا أصيلا فيه كالذي يقدمه أرباب العمل لموظفيهم، فإن هذا يعد من الحوافز والمكافآت التي يأخذها الموظف نظير عمله. من أهل العلم المعاصرين من يرى إباحة التأمين التجاري على الحياة، لكن الذي عليه المجمع وغيره من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الموثوقة قصر الترخص على حالات الضرورة والحاجات التي تنذر منزلتها بعد استفتاء من يوثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى لتقدير هذه الضرورات أو تلك الحاجات التي تنزل منزلتها. ومن صور ذلك من مسه الكبر وله ذرية ضعفاء وليس لديه مدخرات ولا نسيج اجتماعي متماسك يعول عليه في رعاية ولده من بعده. طيب، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين.